نبدأ بالأخبار المهمة. خبر مهم جدا الحقيقة جاي من الإمارات العربية المتحدة بعد ما كذبت هيئة الطوارئ والأزمات الإماراتية النهاردة مزاعم إطلاق الحوثيين صاروخ تجاه دولة الإمارات. ده وفقا للأعلنته وكالة الأنباء الرسمية وام التجديب الإماراتي تم بعد ما مصادر إعلامية تابعة لميليشيات الحوثي أفادت في وقت سابق أنها أطلقت صاروخ باتجاه محطة نووية قيد الإنشاء في أبو ظبي. وقالت الهيئة أن الإمارات بتمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي نوع. وأضافت هيئة الطوارئ والأزمات أن مشروع مفاعل براكة محصن ومنيع تجاه كل الاحتمالات.